كلمني عن مشاركة حضرتك النهاردة في المؤتمر. يعني أعتقد المشاركة النهاردة هدفها بالأساس أن نقول للشهداء ولأسر الشهداء أننا دائما لن ننسى ثأر الشهداء بأي حال من الأحوال، أن البلد تواجه تحديات، أن الكل ملتف حول القيادة الوطنية، أن القبائل العربية عندما تجتمع لتحتفي بالشهداء وتكرمهم إنما تقول أنها الحصن الحصين في مواجهة الإرهاب، أنها القادرة بكل ما تملك من قوة على فتح هذا المخطط بكل السبل ومواجهته، كما رأينا واستمعنا إلى كثير من الرموز التي تنتمي لهذه القبائل. احنا مقبلين على عيد الشرطة، تهني ازاي رجال الشرطة في عيدهم؟ انا بقول رجال الشرطة اليوم 25 من يناير هو عيد الشرطة، سنظل نحتفل بهذا اليوم، وهذا اليوم هو اليوم الاساسي الذي نحتفل به بسبب مواقف رجال الشرطة، ليس فقط في الخمسينات ولكن حتى الان هم الذين يقومون بالدفاع وحماية الامن والاستقرار، نحن معهم دائما ولا نملك الا ان نقول لهم كل سنة وانتم طيبين، كل سنة والشرطة المصرية درع قوي من أذرع الدفاع عن الوطن. شكرا.